كلمة دخيلة ما وجدنا لها أصلا في العربية. كان العماليون يسمون هذا الزرع الذي يزرع من أجل أكل الحيوانات يسمونه قت. الآن هجروا كلمة قت وعدلوا إلى كلمة برسيم. كلمة برسيم ما وجدت لها أصلا في العربية، بينما كلمة قت وجدت حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه روي في قول الله سبحانه وتعالى: فأنبتنا به حبا أولم يرى الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. قال في القضب: ما يقضب كالقت. هكذا كانوا يستعملون الكلمات التي كانت عند العمانيين مستعملة وقد أضاعوها الآن. الآن حتى من النواحي الرسمية يسمون هذا الزرع بالبرسيم ولا يسمونه القت، مع أن القت هي اللغة الفصيحة التي استعملها حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلماذا تهجر هذه الكلمات الأصيلة في العربية إلى كلمات دخيلة ليس لها أصل في العربية إلى غير ذلك؟